كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دموع القوة ليست دموع الضعف. سنظل يعني كمؤسسة صحة وكباقي مؤسسات الدولة نعمل إلى آخر لمات وبيع ظفرنا اللي كان الزمن. توا كنا نتحدث مع الإطار الطبي والإداري لعبد الرحمن مالي اللي مازال معقد في الوزارة اللي هو مركز كوفيد. قلت لهم لازم نخدموا بالوفرنا. كيف تقول لي حاجتي بدبوس اكسجين نقول لك نوفرها لك، ما نجمش نوفرها لك اعمل حل غد. ماهيش عقليه الان وقت باش نخدموا بالنورم الطبيعيه. ماهوش وقت باش نخدموا وفق التوقيت الاداري. ماهوش الوقت اللي باش نخدموا وفق النورم مالا اكاديميك. نخدموا وفق النورم اكاديميك لكن اذا الزم لابد ان نمارسوا ميديسين دوكال باش نجموا ننقوا بشعب. وهذا لازم يقابلوا شيء من الالتزام، لأنه هذاك رصيد التحضر والسيفيزم اللي نعبروا عليه نموتوا نموتوا ويحيى الوطن. ما قلناش تعالوا نموتوا باش يحيى الوطن، قلنا نشدوا ديارنا ونمارسوا الحجر الصحي في إطار العام وفي إطار داخلي. اللي مريض يشد بيته، لكن توا اللي مريض بالكوفيد يتجاوب مع عمال الصحة ويمشي للمستشفى ولا لمراكز الإيواء. سامحوني على الإطالة، إن شاء الله السيد وزير الداخلية يكمل بقية